بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض الجزء الثالث والأخير اللي هو الجزء الثالث من شنطة راس الخروف، اللي هي هيبقى الأذن والإيد بتاعة الشنطة. هنعمل إيه؟ هنبدأ الأذن بدائرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم، كده أهو دائرة سحرية، وداخلها 6 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6، تمام. ونشده طرف الخيط القصير دوت كده، ونقفله الدائرة السحرية بتاعتنا بالطريقة دي كده اهي. نشده كمان، عندي 6 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6، تمام. هنجيب الماركر بتاعنا اللي هو فتلة خيط لون مختلف، هنحط الماركر بتاعنا اللي هو الخيط بتاعنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الدور التاني بقى مش هيبقى تزايد، هيبقى غرزة واحدة حشو وواحدة تزايد، يبقى واحدة وواحدة. نحط الماركر الأول كده عشان يعلمنا أول كل بداية سطر جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى هنعمله في السطر التاني ايه؟ هيبقى واحدة حشو، غرزة حشو، واحدة تزايد، يعني غرزتين في نفس الغرزة بالشكل ده كده. واحدة حشو، واحدة تزايد. الغرزة اللي بعدها حشو، واحدة غرزة حشو، واحدة غرزة تزايد. هيتكون عندي 9 غرز حشو، تمام، بالشكل ده كده اهو، تمام. اللي بعد كده هيبقى 2 حشو، عشان بتاعت الغرزتين هنا كده، هيبقى 2 حشو. معظم عزة الله العزيز، ادي كده اول حشو، واحد، والغرزة اللي جنبيها حشو، الغرزة اللي جنبيها حشو، الغرزة التالتة هيبقى تزايد. الغرزة التالتة تزايد، عملنا هنا تزايد، يبقى هنا كمان الغرزة اللي بعديها حشو، واحد، الغرزة التانية حشو، الغرزة التالتة تزايد، بالشكل كده كده. الغرزة التالتة تزايد، يعني غرزتين في نفس الغرزة، بالشكل كده كده، بالشكل ده كده. هيكون عندي 12 غرزة حشو، تمام. هنشد الماركر دوت وحط في السطر الجديد، السطر الجديد كده، عشان ايه؟ اعلم كل بداية اول بداية سطر عشان ما تلخبطش. السطر اللي بعد كده هنعمل ايه؟ هيبقى 3 حشو والغرزة الرابعة تزايد. هيبقى هنا كده، ادي كده 1، الغرزة التانية 2 3 3، الغرزة الرابعة هيبقى تزايد. يبقى السطر اللي بعد كده هيبقى 3 حشو والغرزة الرابعة تزايد، بالشكل ده كده اهو، الغرزة الرابعة تزايد. ادي كده 1 2 3، الرابعة تزايد. وهكمل لنهاية السطر، هيتكون عندي 15 غرزة حشو بالشكل ده كده، تزايد هنا، هيتكون عندي 15 غرزة حشو. كده هنعمل 4 حشو والخمسة تزايد. السطر الجديد اهوت، هنعمل هنا 4 حشو كده، 1 2 3 3 4، والغرزة الخامسة. ونظبط شغلنا كده، بصوا طلعت عاملة ازاي، زي الهرم كده او زي المثلث. عملنا 1 2 3 4، الخامسة حشو، الغرزة الخامسة هتبقى حشو، تزايد، الغرزة الخامسة تزايد. 1
اتنين تاني، ادي كده واحد اتنين تلاتة اربعة، والغرزة الخامسة تزايد بالشكل ده كده. هيتكون عندي 18 غرزة حشو في السطر ده، هيبقى عندي 18 غرزة حشو في السطر ده. هكمل لنهاية، خلصت الدور دوت، هبدأ السطر الجديد. انا كده اتكون عندي 18 غرزة حشو، هبدأ السطر الجديد، هشتغل 5 ادوار غرز ثبات، يعني هكرر نفس الدور دوت بنفس الخطوات بدون زيادة او نقصان. هيبقى عندي 18 غرزة حشو، هكررها لخمس سطور. تمام، هنيجي هنا كده على اول غرزة واعمل غرزة حشو، هكرر الدور دوت 5 مرات، يبقى عندي 5 سطور غرزة حشو ثابتين معايا اللي هما 18 غرزة بالشكل ده كده. هعمل 5 سطور ثابتين، وبكده انا خلصت الخمس ادوار ثبات بالشكل ده كده اهو، بالشكل ده كده الاذن بتاعة الخروف. هنعمل ايه بعد كده؟ هشتغل 4 غرز حشو والخمسة تناقص، يعني هشتغل 4 حشو. استنى نحط الماركر بتاعنا، السطر بتاعنا جديد، 4 حشو والخمسة هتبقى تناقص. ادي كده واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة، الخمسة هتبقى تناقص. انا هعمل اللي هو التناقص الخفي، اللي هناخد طرف الغرزة الامامية الخلفية هنا من الغرزة ديت مع الغرزة اللي جنبيها، وبعد كده اسحب كده شكل كده كده، وبعد كده اعمل غرزة حشو. دي كده التناقص الخفي. تاني هنعمل 4 غرزة حشو، واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة اربعة، اهو الغرزة الخامسة تناقص. هناخد الغرزة دي الخامسة كده اهو، خش في طرف، بصي فيها حرف الفي، هناخد الطرف اللي ناحيتي من حرف الفي، والغرزة اللي جنبها برضو اللي هو طرف اللي ناحيتي في حرف الفي، وبعد كده اسحب الغرزتين دول مع بعض، وبعد كده اعمل غرزة حشو. ده اسمه التناقص الخفي. تمام، وهكرر نفس الخطوات ديت لحد نهاية السطر ده. انا كده وصلت لنهاية الدور، ختمت بيه 2 غرزتين تناقص. السطر الجديد كده هحط الماركر بتاعي بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هيبقى 3 حشو، هنا 3 غرزة حشو كده، واحد، الغرزة الثانية اتنين، الغرزة الثالثة اهو، وبعد كده الغرزة الرابعة دي، والغرزة اللي جنبيها تناقص بالشكل ده كده. تاني هيبقى هنا 3 غرز تناقص، هيبقى هنا 3 غرزة حشو، واحد اتنين تلاتة بالشكل ده كده. الغرزة اللي جنبيها الرابعة والخامسة هناخدهم كده في الغرزة كده اهو اهو، الغرزة دي الغرزة دي مع الغرزة اللي جنبيها بالشكل ده كده، واسحبهم مع بعض كده اهو، التناقص الخفي اهي. تاني هيبقى عندي الغرزة التالتة 3 غرز حشو، واحد اتنين تلاتة تلاتة، الغرزتين الاخرى دولت هيبقوا ايه؟ تناقص. ادي كده الغرزة دي مع الغرزة اللي جنبيها بالشكل ده كده اهو، تناقص. وبكده انا خلصت السطر بتاعي بالشكل ده كده، وبعدين هنقفل الدور بغرزة منزلقة، شدوا الخيط ده كده، وبعد كده نقفل الدور بغرزة منزلقة هنا كده اهو، غرزة منزلقة بالشكل ده كده، وبعدين نعمل غرزة اهو، وبعدين هنسيب مسافة خيط مناسبة عشان هخيط بيها، واقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده، وبعدين اسحب الخيط بتاعي كده بالشكل ده كده اهو، وهجيب ابرة التنظيف. انا كده خلصت الاذن بتاعتنا، هجيب الابرة بتاعت التنظيف هلضمها في الخيط بتاعنا بالشكل ده كده اهو، تمام،
بصوا احنا عايزين الاذن تبقى كده، تمام. نظبط الودن بتاعتنا دي كده اهو، وهنقفل دول مع بعض كده اهو بالشكل ده كده اهو. تمام. وبعدين هنقفل الاذن بتاعتنا كده تبقى مقوسه شويه كده اهي. هناخد هنا غرزتين كده، هناخد الطرف ده مع الطرف ده هنا كده اهو تاني. كده كده اهو. وهثبتها في الراس بتاعت الخروف، هنثبتها فين؟ هنا عندي فتحه، الفتحه اللي هنا، هنا في عندي فتحه الشنطه، هاجي هنا وهثبتها هنا كده كده بالشكل ده كده اهو. هثبت الاذن هنا كده هنا، اقفلها كمان واحده بالشكل ده كده اهو. هنثبتها هنا زي ما انتم شايفين كده، هنا في الجزء ده كده من راس الخروف كويس. انا ثبتها بالشكل ده كده اهو. ثبتها كمان واحدة اجمد عليها كويس عشان هي ما تتفكش اهو، واعمل عقده واقطع الخيط بتاعي اهو. وطبعا هركب الاذن الثانيه قصادها برضو في الجنب الثاني هنا، هركب الاذن الثانيه برضو كده في الجنب الثاني قصادها من هنا كده، وهقفل هقص الخيط بتاعي، وهرجع تاني بقى ايه هشتغل معاكم الايد واوريها لكم بتشتغلوها ازاي. هجيب هنا بقى طرف الخيط الجديد، هعمل ايد الشنطة، هعمل هنا الاول عقدة العقدة دي كده، وهاجي هنا من هنا زي ما انتم شايفين كده اهو، وهعمل غرزة ثبت الخيط بس بتاعي كده اهو. ثبت الخيط بتاعي هنا في عند جنب الاذن دي كده، بسحب واعمل غرزه بالشكل كده كده اهو. وهشتغل طبعا الشنطه دي انا عاملاها صغيره، ممكن تكبريها باي نوع خيط سميك عن كده، عايزه تكبري القرص دوت عن كده براحتك. فطبعا ايدي الشنطه اللي انت هتشتغليها هتبقى من 130 ل 140 غرزه سلسله، فانا هستكفي في ديت هعمل لها 100 غرزه سلسله، وهشوف اذا كان الطول المناسب معايا اللي انا محتاجاه، وهشتغل غرز سلاسل بالطول المناسب كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 وهشتغل 100 غرزة سلسلة وارجع لكم تاني. انا عملت الصراحة 140 غرزة سلسلة لاني لقيتها صغيرة خالص اهو، فهعدل السلاسل بتاعتي باتجاه اللي انا هشتغل بيه اهو، متظبطش السلاسل بتاعتك كده اهو عشان ما تبقاش مبرومة معاكي او تشتغلي غلط اهيت
هثبتها في الطرف التاني هنا من الشنطة، ثبت السلاسل هنا في الطرف التاني من الشنطة بالشكل ده كده، وهدخل بغرزة، هعمل غرزة سلسلة كده، وهشتغل على كل السلاسل دي غرزة نص عمود. تمام، على كل غرزة من هنا هنشتغل غرزة نص عمود، طبعا هنرتفعهم اتنين سلسلة اهو، اتنين سلسلة، وهاجي هنا على كل غرزة سلسلة هشتغل غرزة نص عمود بالشكل ده كده اهو، هشتغل على كل غرزة غرزة نص عمود، غرزة نص عمود، على كل غرزة سلسلة غرزة نص عمود بالشكل ده كده، هشتغل كمان كم واحدة معاكم عشان تبان اكتر. نص عمود الشنطة دي انا شغلاها بخيط قطن المكرمية، قطن المنجد، اسفة، بخيط قطن المنجد. عايزة تشتغليها بخيط مكرمية مصري، عايزة تشتغليها بخيط سلسلة زي ما انت عايزة، ده بس اللي كان متاح عندي اهوت. وهكمل لنهاية السطر اللي هكمل لنهاية ايد السلسلة بتاعتنا لحد ما اوصل الجنب التاني هنا، وبكده اكون انا خلصت معاكم الشنطة بتاعت راس الخروف ديت. هكمل بس الدور دوت، السطر ده، السلاسل ديت، وارجع لكم تاني. وبكده انا خلصت الايد بتاعتنا بتاعت الشنطة اهيت، زي ما انتم شايفين اهي شكلها جميل اهوت. وانا كده يعتبر خلصت الشنطة بتاعتنا، بس في حاجات بقى لمسات اخيرة هنعملوها، نحط له ميك اب بقى، هنحط له هنا ايه حبة احمر كده بلاشر اهو، الخروف بتاعنا يبقى جميل شايفين. وفي الودان بتاعته حط حبة هنا وحبة هنا بردك. وبكده احنا خلصنا الخروف بتاعنا الجميل دوت، وكل سنة وانتم طيبين. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.